حدث في مثل هذا اليوم، 6 أغسطس في مثل هذا اليوم من عام 2003 انتدب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبا شابا من البرتغال عمره لم يتجاوز 18 سنة. كان أحد أبرز المواهب التي عرفها الدوري البرتغالي في ذلك الوقت، الموهبة التي وقع لها نادي الشياطين الحمر اسمها كريستيانو رونالدو، الذي أصبح واحدا من أساطير الفريق ونجما فوق العادة يحمل ألوان النادي الإنجليزي العريق في ذلك اليوم. كان التوقيع مع رونالدو عاديا بالنسبة لجماهير اليونايتد، لكن مع مرور السنوات وتعدد المواسم تبين أن الفريق بقيادة فيرغسون آنذاك جلب لاعبا أسطوريا في صفقة هي الأحسن في تاريخ النادي، حيث يعتبر البرتغالي اليوم واحدا من أحسن اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 7 في النادي الإنجليزي. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2016 عاد التاريخ ليكتب مسيرة جديدة في تاريخ الألعاب الأولمبية، عندما شهدت البرازيل على افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية في ملاعبها التاريخية التي كانت شاهدة قبل سنتين على منافسات كأس العالم مسابقة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو،